حبيبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم شيبات ام سليمان. ان شاء الله اليوم عندي واحد الغديوي، كان عندي واحد الافات ما بغيتش نقوله في اليوتيوب. الصحابه جاوا يطلعوا عليا دابا، جاوا يقولوا لي الحمد لله على سلامتك، على سلامه مول الدار. ايوا وتجمعنا ماشي بزاف بينا، شي 9 ولا 10 هيداك. وقلت لهم ما تجيوش في العشيه، جيو الغديوي. ايوا جينا الغديوي، جمعت الصويله ديالي. انتم كتشوفوا الارض عندي الزرابي محايدين، باقي ما طلقتهم. الصويله ديالي كتعرفوها دن تحت ودن تحت دن فوق كتعرفوها ان شاء الله يا ربي. بزاف الناس كيقولوا لي عاود شي دويره في الدار ديالك، ولكن باقي عندي وكيتبدلوا لي غير القشيعات بزاف. هانتوما الدويره ديالي، ونتمنى يا ربي تعجبكم. مجدا مثل الحبايب ديالي، ها هي فين هي، نتمنى حتى هما تعجبهم. عندي ماجين واحد ثلاثة دي المتابعين ديالي، عاد تعرفت معاهم. وياخرين ديالي كنعرفهم اللي جبروا ساقوا الخبر عندي، الراجل اللي وقعت له واحد الحادثه. ان شاء الله يا ربي الحمد لله دابا مزيان شويه. ايوا جاو يقولوا لي الحمد لله على سلامته، تجمعنا نضحكوا شويه عاود ننساو لهم مرض وزنه خالعه. ودابا الحمد لله، ونتمنى يا ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ودابا المسا ديالي هي هذه مجده لهم، مجده السوينيه الاثيره، هي فين هي هانتوما كتشوفوها. ودابا هما جاو، دابا الدار باقا خاويه. والسويلن ديالي انتوما كتعرفوا حبيبي، ما نزيدش نصوركم بزاف المويهات ان شاء الله يا ربي. ونوريكم كل شيء بالتفاصيل، والشيوات اللي عامله في الدواء نزلتهم ونزلتهم، ودابا عاودتهم بشكل اخر ان شاء الله. نوريكم شويه من الحاجه ان شاء الله يا ربي. حبيبي ها الشكل النهائي السلطه ديالي، مبدله شي شويه على دائما. نتمنى يا ربي تعجبكم. ها المتتبعين ديالي والصحيبات جاوا يطلوا ويباركوا، راه ما كيوري لكم عي الدم، رانا ما كنوريش اكثر. ها هما مرحبا بهم والف مرحبا، عين اللي حباب عليا واللي كيجي عندي. ها انتم فاطمه الزهراء، واخا طلع عندي جنات قالت لي خاتونا، واخا فاطمه الزهراء شوفوا لوابيطات عندي، شوفوا شوفوا قولوا هنا إن كان صدى. هاهما هادو هما خاوح النويرة ديالي ضد الدار، هاهي فين هي هي. نار نار نار، قول لهم أولا أولا. هاهي هما صحاباتي كيعملوا لك زعما عملوا جيم، فطنوا عملوا جيم. نتمنى يا ربي تعجبكم. مثلهم من بعد الشليضه ان شاء الله يا ربي. ها انتم كتشوفوا هذه بسطيله ديال الحوت، غير قده وياه وخفيفه، نتمنى تعجبكم حتى انتم ان شاء الله. صح عملوا عملوا هيدا واش عملوا لي جي هيدا دخلوا دخلوا الصويعات هيدا شوفوا عملوا لي جي معينه وجا هاد الفتي وجا هادي، شوفوا على جويب، شوفوا 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 حبيبي ربي يحفظك. ونتمنى الله تعالى وتبارك يعجبكم الفيديو اليوم، صورتكم شويه من حاجه ويكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا رب العالمين ويعجبكم. وهما من بعد يعملوا لي الكومنتر واش جاوهم لدادين ولا ماشي لدادين، حيت بالعاد الزواق كاينين وما كيكونوش لدادين. نتمنى يتعجبكم يا ربي يكون عند حسن. جنات دابا عاد ضرب الحويته، خصك تاكل الحويته جنات. وفاطمه فاطمه الزهراء، هاي نادية طلعتي وعطيتها، ساعة نعمل لك شي مونيكا. ها الزوينة ديالي ها، يلاه نتمنى يا ربي تعجبكم كاملين، تكونوا فرحانين إن شاء الله. ها حبايبي هانتوما. هاو دابا عاد عن الجيمانه تاع مرته هايداك هايداك هايداك
جنات جنات على يدك جنيتها على يدك فاطمه الزهراء حيد راسك ما تدارش الزهراء عركتيها ولا لا حبيبي هاد الدجاج محمر مجمر تا ياكلوه نوري لكم واش غيعجبهم ولا ما يعجبهمش شوفوا شوفوا ها انتم ها هكا سعيد ها فاطمه الزهراء يا جنات ديالي ها هو الدجاج ديالي نتمنى يا ربي تعجبكم ويكون على حسن ظنكم والله الا لدادين انا كنقول لكم لدادين بوينا بنتا التجربه نتمنى على ربي يعجبكم انا كنضحك معاكم انا واخا نقول اللي قلت القول عند الناس اللي كياكلوا هما اللي خصهم يقولوا ونتمنى على ربي يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم وها انتم كتشوفوا الغديوي مع الجماعه مع الصحايبات ديالي اللي قراب ونتمنى يا ربي يعجبهم حتى هما ويدوزوها معايا مزيان ودوزوها معنا حتى انتم مزيانين ان شاء الله والصحه والعافيه وشكرا حبيبي هانتوما الصحابات كي زغرتو قالك الى عمرت فرحت وغنت ايوا هانتوما طرطات كلاص فايتها طلعتها بزاف د النوبات ها هي فين واحد صاحبتي زوقات الطبيصل عملتكم هانتوما كتشوفوا الدنفيل الفروطة هانتوما فاطمه الزينه عملتها صاحبتي ها تبارك الرحمن ما شاء الله ما دينيش نتمنىكم تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين وتعجبكم الوصفه ديالنا اليوم والعريضه ديالنا خفيفه مع الحباب والله تعالى وتبارك يكفيكم ويشافيكم ويشافي جميع الامه ان شاء الله والى عجبكم الفيديو حبايبي ما تنساوش جيم واشتراك ما تعكزوش وما تبخلوش علينا ها هو عملوا جيم صحاباتي كيقول لكم عملوا جيم ها انتم ها ما تندموش ما تندموش سمعوا 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 هي الطرطاق للجنان تدخلوا على جنان فاطمه الزهراء قول لهم شي حاجه صاحبتي ديروا جيم ايوا قولوا شد ايوا زيد ماس كومنتاريو ايه شجعوا ام سليمان ان شاء الله يا ربي نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله باي باي حبايبي ونتمنىكم ان شاء الله تجربوا الوصفات ويعجبوكم ويكون كل شيء عند حسن الظن ديالكم وشكرا على الدعم وشكرا للحباب اللي كيسندونا ويزيدوا معنا القدام ان شاء الله بفضل الله ديالكم ان شاء الله يا ربي نزيدوا القدام علاش لا بيسيتو حبايبي نتمنى الله تعالى تبارك نكون عند حسن ظنكم ما زيدش نبسل عليكم لا غازيد هانتوما حبايبي الاخر الفشطه ديالنا مجموعين نتمنى يا ربي تكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله هانتوما كتشوفو كنكدبش عليكم ها الزوينة ديالي ها الزوينة ديالي ويا خري ما باغيينش يظهرو أمورة واخا تظهر واخا العايلة أمورة والحبيب هاد الجيم هو اللي غايجيني مضخم هاد الجيم هاد الجيم جنات وفا ايوا الاخر ديالنا في الاخر عملنا غير شويه ديال الحليوه والتسفيفات ديالهم والكويز اتاي ونصليو على النبي ونمشيو بحالنا ونخليكم على خير ونتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم صورتكم عي شويه بشويه وكنعاود بالشكر للاخت اللي دخلتنا عندي وقالت لي ديك الهضره راه ما نساش الخير ديالك وخا بالكلام الحلو تخلي في قلبي بزاف وشكرا وعندك الحق والله يجازيك والله يوفقك حتى نتينا في المسيره ديالك وفق اي مسلم شكرا حبيبي ومره اخرى ان شاء الله مع تيوات ام سليمان
شنو خصك تاكل؟ كاع ما صليتش صحيح شنو خصك؟ حبايبي نتمنى تكون العراضه ديالي عجبتكم. صحاباتي مساكن كنت عندي واحد الظروف جاو يطلعوا عليا وعملت لهم الغدي والعشيه عي خفيفه وضحكنا ونشطنا. نتمنى يا ربي تكون عند حسن الظن ديالكم وتعجبكم وتكونوا لي على خاطركم، ونتسناكم تكتبوا لي وتشاركوا معايا وتشجعوني، وانا تحت الامر ديالكم اللي طلبتوه لي. وشكرا حبايبي على المتابعه، وشكرا القدام والجداد، وشكرا على الكلام الحلو، جزاكم الله. وفي شهوات ام سليمان اللي ما جاي ان شاء الله، ام بيسي تكبر لكم كاملين.